بين جدران هذا المبنى يحل اليوم رجل جديد على رأس الإدارة الترابية لإقليم آسفي قادما من جبال الأطلس، حيث كان يشغل منصب عامل على إقليم خنيفرة. محمد الفطاح الذي أسفرت التعيينات الأخيرة للولاة والعمال عن تنقيله ليشغل منصب عامل على إقليم آسفي خلفا للحسين شينان المسؤول الترابي الجديد، وبعد مسار طويل تدرج خلاله بين أسلاك ودرجات وزارة الداخلية بالعديد من أقاليم وجهات المملكة، سيكون اليوم أمام ملفات ذات الأهمية لاستكمال مسيرة الإصلاح التي قادها العامل شينان لمدة قاربت 8 سنوات، عرف خلالها الإقليم ظهور مشاريع هامة وأخرى لم يكتب لها الخروج للوجود، كما سيجد نفسه أمام تحديات كبيرة تلزمه بتسريع وتيرة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى، خاصة على مستوى العالم القروي الذي يحتاج الكثير في ظل فشل المجالس المنتخبة في تحقيق التنمية بسبب انشغالها بالتطاحنات السياسية التي أدت في بعض الأحيان إلى بلوكاج حقيقي دفع المواطن ثمنه غاليا. إقليم آسفي باعتباره ثاني قطب بجهة مراكش آسفي وتوفره على مؤهلات صناعية وسياحية وفلاحية كبيرة مثل المجمع الشريف للفوسفات والطاقة الحرارية ومعامل الجبس والإسمنت، لكن نسبة كبيرة من شبابه يواجهون شبح البطالة، خاصة مع تراجع كميات صيد سمك السردين الذي أعطاها لمدة طويلة شهرة على الصعيد الدولي وظل مورد رزق يوفر فرص شغل غير مباشرة لعدد من الشباب. أما موقعه الجغرافي وسط المملكة المغربية واعتباره قنطرة بين شمالها وجنوبها على ضفاف المحيط الأطلسي يجعله وجهة سياحية مهمة. شساعة العالم القروي بالإقليم جعلت الزراعات المعيشية وتربية المواشي سبيلا يلجأ إليه السكان المحليون لكسب قوتهم اليومي، كما أن الماء الشروب ووعورة المسالك الطرقية وضعف الخدمات الصحية يعتبر هاجسا أمام سكان العالم القروي، مما يدفعهم للهجرة نحو المدن. ملفات كبيرة ذات الأهمية على طاولة العامل الجديد محمد الفطاح، حيث يحلم سكان آسفي بإيجاد حلول عاجلة لها، خاصة مع فقدان الثقة في المجالس المنتخبة. فما هي أهم هذه الملفات وما هي انتظارات المواطنين؟ الطموح ديالنا هو يكون واحد التغيير في هذه المدينة والإصلاحات اللي خصها تجي هذه المدينة، ويشرف توا بنفسه المدينه، يسايل الوقت ديال الساكنه ديال المدينه، سواء تقدموا لي الطلبات ديالهم باش تنفيذ دوك الطلبات ديالهم، يعطي الامر ديالو مثلا يعني المصالح اللي هي مختصه، سواء يعطي الامر المجلس كي كنقولوا حنا بالنسبه للاقليمي كاشوعك كل المدينه، وكذلك بالنسبه للمجلس الجماعي توا يشرف على المدينه، يحرك المسطره اللي كانت واقفه او اللي غادي يفطوا الانجاز يحركها ويزيد الانجاز ديالو بينه هو يحاول يوجه السياسيين ولا المنتخبين السياسيين، وكيعتم هو كيبقى هو كمرشد او كقدوه كنسموه، كيبقى قدوه باش يسير هنايا نقول بالنسبه للمجتمع، يسير ماشي المجتمع كيسير بين المصالح اللي خاصها تتطبق على المواطنين، يعني اي مواطن اي كل شيء الساكنه يعني داروا شي طلب ديالهم خاصو يتلبى الطلب ديال المواطنين، سواء كيف من ناحيه الشكايات ولا من ناحيه مثلا طلبات الاصلاحات ولا مثلا طالب بالنسبه للامن تو تحضر بالنسبه للمدينه تو ككل باش تو كيشرف يعطي الامر ديالو المصالح المختصه اللي خاصها تسهر على هذا. انتم شنو كتفائلوا مع هذا التغيير على راس الاداره الترابيه؟ شنو كتفائلوا؟ شنو هو التفاؤل عندكم ولا شنو هو الطموح ديالكم اللي كتشوف انه مازال خاص؟ وبالنسبه لنا حنا المدينه باقي خاصه كثير، ماشي غير هي ما غاتشخص في سيد العامل، العامل راه هو موظف كسائر الموظفين، هو كيبقى كيشرف وكتبقى السلطه، هو المدينه كيبقى هو كيشرف بالسلطه ديالو، السلطه اللي معطيه، وبالنسبه للتسيير او هذا راه كيبقاو المنتخبون هما اللي كيوجهوا الرساله للمجلس، المجلس هو كيصادق على المجلس، هو كذلك يراسل ويصادق على الشيء هذاك باش السيروره التمغاديه ديال بحال بيت السليطه يمشي عامل ويجي عامل خاص ولاد المدينه ولاد المدينه ولا يمشي عامل تصنت ليا ويجي عامل
ولكن المدينة أو المنتخبون ديال المدينة هما اللي خصهم يخدموا وما يعرقلوش المسطرة، هما يعرقلوا المسطرة هذاك العامل راه بالنسبة راه كيسير. مرحبا به، نتمناه يجي ويغير هاد الحويجات لأنه هما أساسيين في الصميم. البوليس الأمن هنا في المدينة راه ما كاينش، كيكون بنهار هو كاين دابا ولكن بالليل راه ما كاينش. بوست علاش ما يكونش بوست يبقى هنا بيرمانو؟ الانسان اللي بغيتي شي مشكل بقى تعيط، بقى تعيط تيجو، راه كاين بيرمانوس كيدورو كيدورو. وانا باقي ما عارف فيه كلشي، يلاه غادي يجي جديد ما عارفين كلشي. حنا تنذكروا على الماء، الماء هو اللي فيه هذا اللي جايبينو من حدا الوزين، راه بحال اللي تيعطونا راه تيطحن الكلاوي تطحن المسائل. انا ماشي ما مش ما تنحلو مع الصباح حتى تبان لك فيه داك الشيء مغير اللون ديالو ابيض وفيه الريحه ماشي هي هذيك ما شاء الله. صالح الاستهلاك. استهلاك، وحنا تنمشيو نسقوا من بعد ديما غدا ضايعين، احنا في الحد حراره، احنا تقارنا بالسقي انا هذه هي المسألة. يعني خصو يلقى حل تقريبا جايه، هذه راه جايه العام هو الماء جبدوه من البحر، هو مسخنا له خبار هنا جايبينه من حدا من جهه الوزين من هذاك من تيتكب هذاك وماشي حرام هذا نشربوا حنا. والحمد لله من بسعت منه كان ديما مصارني ضاريني، دوز جوج طبه اللي دوزت عليهم تيقول لي عندك المصران. من بسعت منه كنت نقول منعت شحال من حاجه ما نبقاش ناكلها، من وليت نسقي من البير، وليت تمشي نوبه في الجريفات، نوبه تمشي للزهور، نوبه تمشي لطريق الحد. الحمد لله الكرش ديال المصارن ديالي ما بقاش يضرهم. يعني هادشي بالتجربه شفتي؟ بالتجربه ما بقاش يضرني مصارن. كنت نقول انا المقل هذوك المقليات باينين، كنت الليمون قال لك حقاش منعوني بزاف، الطبيب منع مني الليمون حامض هذه قلت انا واقيلا هذا الشيء منعته حيدته. دروك اتجهت وليت من الماء وليت مالو ناكل الليمون ناكل كل شيء قد يبي خير. انت كتشوف انه من الاولويات ديال السيد العامل هو خصو يلقى الحل الماء. راه هذا الماء راه كل شيء عارف، راه معروف هذا اسف بانه هذا الماء ديال اللي تيجبدوا من جهه الوزين راه خطير. شنو كتشوف انت بحلول هذا العمل؟ شنو هو اللي كتشوف العمل اللي مازال خاص والملفات اللي خاصها تكون فوق الطاوله ديالك؟ ومن ناحيه داك الشيء اللي خاص في الاسفي هي بعدا ينقصوا شويه من البطاله لي زومبلوا، بعدا لي زومبلوا التشغيل ديال هاد لي جون بعدا خاصو يدبروا على ديسي. يمكن انا راه كنسمع هاد لي بروجي ديال 2025 راه غيكونوا دي بروجي هنا في هاد البور جديد دابري انا راه في لو دومين. ايوا نورمالمون هذا الشيء راه هو من الاولويات. عاد جيت لي ديكستراكسيون ديال 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 الناس عامه فين يخرجوا فين ميم هاد لا كورنيش راه ما كافيش، خاصو شويه يتحسن وتكون وتبرولونجا ما فيه كفايه هاد الشيء اللي. ومن ناحيه المدينه لداخل راه ما كاينش غير هنا شويه ديفلوبمون تكون شويه في لا في نوفيل. جيت العماله وهذاك تما يقادوا شويه وفين الناس يخرجوا وحتى الزوار ديالنا الناس اللي خارجين على المدينه وهذا من يجيو يعرفوا اسفي ويعرفوا التراث ديال اسفي، يعرفوا بزاف الحوايج. حنا اسفي كنا كنعرفوا قديم في الشباب ديالنا دوك لي زاني 70 كانت لانيماسيون نورمالمون رياضيا وثقافيا، وكان ملي كان دار الشباب مولاي عبد الله هنا وكانت هذاك كان الناس فيه زعما ناشط مزيان. يعني اسفي ماضيها احسن من حاضرها؟ لا ماشي ماضيها احسن، شي حويجات مهم ثقافيا ورياضيا تراجعت. تراجعت بزاف. كان الهوند، كان الفوت، كان الفولي، كان الباسكيت، كان هادشي ديال التيكواندو، كان شو ثقافيا كان المسرح، كانوا فروق ديال الغيوان لي زاني 70 انا عقل على المهرجان ديال الغيوان داز هنا في سميتو هذاك النادي الثقافي ديال جيت لامارين. انت كتشوف انه كاينه ملفات اللي خصها تكون فوق طاوله العمل الجديد، خصها تكون على عمل. اييه كاينين. اولها التشغيل. اولها التشغيل، التشغيل شويه الناس مضرين كيبان ليا الاولاد لي جون ديالنا. حنا راه دي غوتغيتي وعاد زايدين في لومبلوا، حنا كيعيطوا لنا لي بروجي دابا فهمتي. وعاد لانيماسيون شي ميساج مباشر للعمل الجديد
والله يوفقوا في هاد النوايا ديالو اللي جاي والطموحات اللي جاي بهم لاسفي. حنا بغيناه يكون ناجح فيهم. اذا كان باغي لا باغي يخدم ولا كان لونطوراج ديالو حتى هو يساعدو يعاونو ما فيهم رئيس المجلس البلدي والناس والطاقم ديالو وهذا، والله يعاونهم كلهم وصافي. هادشي اللي كنتمنى اليوم اسيدي ان شاء الله باش غادي يكون واحد العمل جديد ان شاء الله في مدينه اسفي. انتم كولاد اسفي شنو هما كتشوفوا الانتظارات ديالكم من هذا المسؤول اللي غادي يكون ان شاء الله؟ كنشوفوا بان ان شاء الله غادي يكون شي حوايج زوينين من هنايا لقدام. كتحلموا يكونوا حوايج زوينين؟ اه كنحلموا يكونوا حوايج زوينين من هنا لقدام وبغينا هذا الشيء يتطور. بحال شنو هما اللي كتشوفي الخصائص اللي خاصهم؟ خاصة بزاف الحوايج، بزاف الحوايج خاص مدينة اسفي، التنظيم المستوى الرياضي والمستوى الصحي وبزاف الحوايج خاص مدينة اسفي، بأن اسفي تكون تاهي تكون مدينة متطورة بحال المدن اللي كنمشيو ليهم حنايا. حنا كبغينا مدينتنا تكون زوينة وتكون فيها بزاف فيها التنظيم وبزاف الحوايج اللي هما اللي كاينين في ذوك المدن اللي كنمشيو ليهم حنايا وما كاينينش. راه جيتي إيطا ماجور تما هذاك البابا اللي كتشوف تما. كضرك خاطرك على اسفي شويه؟ بزاف انا داك الشيء. انا واحد المساله حنا ما كياخذوش الرأي بحالنا. حنا دابا عندنا اكسبيريونس في البحر ولا دي زوفيسي دو لا مير ولا دي جون عندهم 57 دوله. كتبع كتلقى واحد الايكيب هنا في اسفي كتلقى عندهم ولاد اسفي وعندهم دي سوفونيغ واعرين ويقدروا هما يتسقوا من هنا ويعطوا من هنايا. ملي كتجي بحال دابا كتبغي دير تي بروبوزيسيون ما كاينش يسمع مني. دابا انا عندي بوكو بروبوزيسيون. انا كاع لا بروبوزيسيون الاولى قلت الاخ هو قلت له اودي كون كان العام كاع جا جديد نعطيه فكره يطلع توب. قلت له عارف سيلون شحال من عام هو هكاك داير حزين وهذا احسن برج احسن من الابراج هذو كاملين. هذا نورمالمون كو انيمو هذاك الخزان ديال المرسى ولا السوق سيلون مع العامه هذاك ماشي خزان مع العامه دونك كنا كنعقل فهم كنا صغار كانوا كيديروه في السميطات ديال الضو كيعطيك واحد المنظر بعيد وزين ولكن دابا علاش التكنولوجيا تقدمات والاضواء كثروا دونك يديروا دي من دي زانيماسيون باش البور ما يبقاش حزين حتى اسفي معروف البور واسفي فيه طاقات بشريه زوينه ولكن مخبيه خصنا نجبدوها ونعطوها واحد الفرصه سيرتو بحال لوكا ديالنا حنا دي زوفيسي كنا مخيل الاخر فينا كتلقاه مساري 57 دوله 60 دوله دونك يعطينا التجربه ديال المكسيك يعطينا التجربه ديال ماليزيا جيت ماليزيا كنت ماليزيا تجربة ديال الميريكان تجربة ديال روسيا بوكو دو بي اللي شفنا حنايا كيعطوك كتلقاهم بحال دابا في المكسيك كتلقى لا كوت عادية عيانة ولكن الناس كتلقاهم كيكريو دو لومبيونس كيكريو ديزانيماسيون كتحس براسك انت بخير الوغ هنا كتلقى تاكي كيصوب لك عمارة قداها شنو هي ويحبس لك الطريق. الله يبارك الله فيك راه شتي راه ما كيشدوش معاه لا رجلي ولا اللي سميتو عليه والمطالب عندنا بارك الله فيك باقي ما عندناش المهنة ما عندناش والو مرتين من ناحية ما مرتين فيه دابا ما عندناش الوضع الحال مرتين وما عندناش من ناحيه الماء ومن ناحيه بزاف الحوايج اللي هما ضروريين. شنو الرساله ديالكم للعام الجديد؟ والرساله كنطلبوا فيها هذا الشيء اللي خاسر خصو يتصلح وصافي هذا هو باذن الله سبحانه. واللي مضرورين فيه هو الوضع الحار. الوضع الحار ما عندناش عندنا طيفيات خصك تخوي خصك تعمر دائما هنا من المشاكل هو هو اللي عندنا. بالنسبه للطريق وكيفاش الطريق والو الطريق ما كاينش الطريق عندنا حنا هاد الوراردة ما عندهمش الطريق كاين واحد الشانتي جا ديز على ديز بعيد منا على الديور شنو هو الرسالة ديالك اللي بغيت تقول العام الجديد؟ العام الجديد بارك الله يزيد في عمره والله يجازيه بخير فرحانين به إلا صاوب لنا البلاد وصاوب لنا الله يجازيه بخير الله يطول لنا عمره. انتم بغيتوا غير الظروف الاساسيه ديالكم؟ الظروف الاساسيه هي اللي بغينا حنايا بغينا يكون عندنا الواد الحار يكون عندنا حتى حنايا بحال الناس ماهوش خاصك تجيب كاميو تخويه تعطيه 50 درهم باش يخوي لك ولا يتعطل عليك وتولي حاشاك الدار خانزه. هذا هو المشكل عندنا في العام الجديد الله يجازيه بخير. هذا هو المطالب ديالنا. هذا هو المطالب ديالنا حنا. وتتفرض الحاله كي داير الشواط ما مصيبين حتى حجره مصيبه الزبل ملي وحاشك في داخل الدور عباد الله هادشي اللي كاين. ذكرنا بالبلاصه شنو هي هادي؟ دور القيجوتي. دور القيجوتي دور سي عباس دور القيجوتي هذا مسمي القيجوتي هذا. يعني ما كتشوفوا راسكم ما خديتوش حقكم حتى حاجه ما كاينه والو. الماء دابا البيسكيت في شي بيدو ديال المرخص يسقيهم من غيوات
مشينا من غيوة تجيب صابات بيدوات مقادين وتل حاجة تل طواليت هادشي اللي كاين. شناهي الرسالة، شناهي الرسالة ديالك نيشان مباشرة؟ الرسالة هي هادشي اللي كاين دابا، هادشي كنشوف بها مضرورين بزاف اخويا، الله يلا مضرورين بزاف. واش كاين تعاين من تمانية هما كيكذبوا علينا، دابا حنا كذبوا علينا، حنا كبرنا ودرنا الولاد، تا ولادنا غيكذبوا علينا تاني. هادشي اللي كاين بان لنا هادشي حاجة ما كاينة، بانت لنا حتى شي ما بانت لنا حتى شي والو. النهار نشوفوه، النهار الاخر نشوفوه، العام نشوفوه، العام والعام الاخر نشوفوه، العام الاخر اللي كاين. هادشي اللي هادي الحاله اللي كاين هادو. انتم عندكم احلام كبيره مع العام الجديد ان شاء الله. وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا محتاجين الحاله، كان سيدي حنا مباركين في الحال العام الجديد مره حدا يكون تاوي يوقف معنا تاوي يشوف هاد البابريه تا هما شنو خاصهم ويدور بعينيه ويشوف بعينيه وكل شيء. الخيط كيجي هنا يوقف هنا يدور دور هنا، هو اللي قال لك اصدق قال لهم حيدوا الكاك، وحنا الخيط من زوين قال لك خيط ما حيدش الكاك، حيدته غادي سواء حيد الكاك وفاش ما بغا يشرب. يعني ابسط الظروف ديال الماء ما كاينش، ما كاينش الماء دابا حاليا. هذا بدينا دابا طالب حنا يوما دابا 4 شهور باش دايرين طالب، ما جانا لا ما لا والو، وماشي انا كلشي الدوار ديال الطالب دابا 4 شهور ما جانا لا ما لا والو. فين هو الماء؟ يعني ثلاثة الحق شنو هما بالضبط انتم اللي كتشوفوا خاصكم؟ وهذا الماء الماء ما كاينش، الماء ما كاينش دابا. الماء قال لك دابا كانوا قالوا لنا 60000، عاود قلبوا ثاني قال لك 105، حنا محسن قاعدين ندخلوا هاد 105 نتسلفوا ونتكلموا باش ندخلوا الماء. الماء هو المهم، ما بقاو تدخلوا لنا ما لا والو، بقاو تصبوا لنا والو. كيقول سير لا البوسطه سير العماله هنا سير هكا دوز من هكا صافي. كنمشيو من هنا كنمشيو من هنا للبلديه، هنا صيفطنا البلديه الكبيره تنمشيو نقلبوا فيها حتى شي واحد ما عطنا حق يقول لك واخا هذا غدا غادي كذا، حتى حاجه ما كاينه. شنو هو والو 4 شهور دابا جايين طالب حنا ما كاين والو. واش نقول ليه؟ نقول ليه هذا الشيء اللي غنقول ليه هو هذا. نقول ليه مرحبا بك ولكن مرحبا بك ولكن داك الشيء اللي خاص لهذه المنطقه يقوم به ان شاء الله. راسك بعدا راه كاين عامل جديد في اسف، وحنا كنرحبوا بهاد العامل وخاصو يخدم معانا، ماشي يدير بحال هاد العمال اللي مشاو. راه اللي جا ما كيدير والو، كتمشي تلوح ليه الطلب كيبقى تما، ما كاينش اللي كيتسوقك فيه. غير بحال هاد الزبل عندنا حنا هنايا، يديروا لنا شي بركاسه كبيره ولا يديروا شي قانون. وكاين ملي كان الكاك هنا كان كيخرج الخنز من هاد البلاصه من هنايا، يديروا للواد الحار الا قدروا يستطعوا ليه، والشانطي يصوبوه لينا. والمنطقه تبارك الله راه زينه، وكاين الامن هنا، وكاين ماشي نقولوا كتشوفوا انتم بان حقوقكم الضروريه ما تمتعتوش بها في هذه البلاصه. غاهي هذا الشيء اللي بغينا حنا، بغينا غير الماء والواد الحار، هذا الشيء اللي بغينا من هاد العمل اللي بغى يدخل جديد، وبغينا يحقق هاد الشيء. الشخص الجديد على راس الاداره الترابيه الاقليم اسفي، شنو تشخيصكم للتحديات والملفات ذات الاولويه وذات الضروره لمن المفروض انها تكون فوق طاوله العامل الجديد؟ اولا القانون عاطي للعامل صلاحيات كبيره، صلاحيات كبيره في العلاقه بالمجالس البلديه، بالمجالس الحضاريه، بالمجالس القرويه. اذا العامل يعتبر متدخل في التنميه بشكل او باخر من خلال المصادقه البعديه ديالو على المشاريع والميزانيه. الاشكالات الكبرى اللي كاينه في المدينه هو التعطل ديال المجالس الحضريه والقرويه، ما برامجها ما غادياش، اشكالاتها كبيره، ما مساهماش في التنميه. الاشكال الثاني اللي مطروح هو الضعف ديال الاستثمار في المدينه. المفترض في العامل باعتباره المتدخل الاول والمنسق ما بين المصالح انه يجلب استثمارات للمدينه، ولكن المعطى الاهم في مدينه اسفي هو البطاله، هو الشوماج. الشوماج عندنا طبعا شركات مناوله كثيره اللي كتدخل للمدينه، على الاقل ولو انها شركات مناوله يعتبر عمل مؤقت، ولكن لا يستفيد منه ابناء المدينه. اللي كتشوف اول ملف، الملف الضروري والاهم هو ملف التشغيل، انه فاش نخدموا الشباب غنحلوا بزاف ديال المشاكل. اكيد الملف اللي خصو يحظى بالاولويه والاهميه بمكان ماشي غير على المستوى اسفي ولكن على المستوى المغرب كامل، ولكن اسفي في الاونه الاخيره اسفي خصو ينخرط في هذه الديناميه هذه، باستثناء الحاله الوحيده اللي انعشات المدينه شويه هي البناء ديال المحطه الحراريه اللي ساهمت على الاقل في تشغيل واحد النسبه ديال اولاد وبنات اسفي. من بعد منها ما بقاوش تجلبوا استثمارات اللي يسمحوا. في المقابل شركات المناوله اللي تشكل ثلثي اليد العامله في المكتب الشريف فوسفات تشكل ثلث في المحطه الحراريه. فوزين السيما تا هو خدام بالمناوله، دونك هذه المناوله على الاقل خصها تعطي واحد النسبه للابناء وبنات المدينه انهم يشغلوهم. ايضا يجب الافراج على المناصب العموميه اللي كاينه في المجالس.